تعمل اهم حاجه التوكسين، فالوقايه زي ما اتفقنا هتبقى ايه؟ توكسويد. اقفلوا الباب اللي داخل، يقفل الباب. بصوا بقى التوكسويد، اولا هتلاحظوا حاجه، ممكن تبصوا لي عشان نخلص من البوتوليزم. هتلاقي البوتوليزم ما فيهوش اي وقايه سبيسيفيك، يعني لا ليه توكسويد ولا ليه انتي توكسين كوقايه. واخدين بالكم ليه يا جماعه؟ ما عرفوش يحضروا توكسويد، والانتي توكسين غاليه جدا، يعني ما ينفعش اقول ايه؟ انا هاكل فسيخ بكره فابقى خدت حقنتين ثلاثه انتي توكسين. طبعا لا، الا لو كنت مليونير بقى دي حاجه ثانيه، عارفين مليونيرات ما بياخدوش ما بياكلوش فسيخ يعني. وبالتالي هنا الانتي توكسين نوت ريلايبل. يبقى الوقايه الوحيده في البوتوليزم انك تتحكم في الاكل، اللي هي جنرال ميجرز. بصوا بقى يا جماعه عشان تفهموا اللي مكتوب ده، بصوا يا حبايبي. طبعا بالنسبه للبلوبيف واللانشون المعلبات، مفروض ايديال انه يتسخن قبل الاستخدام. لو انت ما سخنتوش انت وحظك بقى، هل المعلبات دي فيها توكسين ولا لا؟ لكن هنا بقى المقصود ببروبر كانينج هنا بره، انتوا عارفين يا جماعه بره بيعلموا ستات البيوت ازاي يعملوا كانينج للميت. واخدين بالكم؟ خاصة اللحم الخنزير، ما هو بياكلوه كتير جدا. بس أي لحمة تانية، الست نفسها هي اللي بتعمل كانينج. فإيه؟ فبيدوهم دورات ازاي يعملوا كانينج للفود كويس، ويقولوا لها بقى، وبيبقى متخزن فترات طويلة، وبعد بقى ما يتخزن بيقولوا لها سخنيه كويس. فالبروبر كانينج والهيت ده المقصود بيه مش المعلبات العبيطة اللي احنا بنعملها، المقصود بيه بره، لأن هم بيعملوا كانينج بره بنفسهم، لأي نوع من أنواع اللحم. طيب، يبقى احنا كده خلصنا من البوتوليزم، خش بقى على الاتنين التانيين، قولوا لي، حد فاكر يعني إيه توكسويد؟ ولا حد فاكر حاجه. يعني ايه توكسويد؟ ايوه، بتجيب التوكسين وتحط عليه فورمالين. الفورمالين كان بيعمل ايه يا جماعه؟ بالظبط، بيبوظ التوكسيك بارت ويسيب الانتيجينيك بارت. جميل. طب قولوا لي، حد فاكر حاجه اسمها ادجوفنت؟ خدناها في الاخر خالص، مساعد. الادجوفنت ده كان بيعمل ايه؟ بتحطه على التوكسويد فيزود الاميون ريسبونس اللي بيطلع ضده، يعني يخلي سيادتك تطلع انتي توكسين كتير. بالظبط، الله ينور عليك. واشهر ادجوفنت لو انتوا فاكرين الومنيوم صود. يبقى الكلام ده واخدينه قبل كده. السؤال بقى كله يبص لي، واحد يقول لي يا دكتور اشمعنى انت جبت بقى التيتاناي هنا جنب الدفتيريا من الصفحه اللي فاتت؟ لان الفاكسين بتاعهم واحد. الفاكسين ده اسمه دي بي تي. بصوا يا حلوين، لما اجي اتسال في الشفا واخر السنه اقول لك يا ابني ايه هو التطعيم الثلاثي؟ احنا عندنا اتنين ثلاثي في الطب. ثلاثي في البكتيريا اسمه دي بي تي، وثلاثي في الفيروس هناخده في الفيرولوجي اسمه ام ام ار. دول الاتنين اللي اسمهم ثلاثي في الطب. بصوا لي بقى، الدي بي تي عباره عن ايه؟ ديفتيريا توكسويد وتيتانوس توكسويد اللي هم بتوع الجدول ده، وبعد كده حاطط كمان الاورجانيزم اللي اسمه بيرتاسس. البيرتاسس بتاع السعال الديكي هناخده قدام شويه في السيستمات. بس خلي بالكم هنا اورجانيزم وليس توكسويد. يعني قولوا لي الدي بي تي بيحتوي على كام توكسويد؟ اثنين. بالظبط. اما التالت ده مش توكسويد، ده اورجانيزم فاهم. طيب الجرعات دي بقى تتحفظ صم يا جماعه، كله يبص في الورق. الجرعات هي بتدي جرعه عند سن شهرين واربعة وست وسنة ونص وخمس سنين، وان شاء الله اخر السنة هنرسل لكم ورقة بتاريخ التطعيمات الاجبارية في مصر، لان ده سؤال شاف او مشهور وفي ناس سئل ده وخلاص، يبقى هنزلها لكم. ده من التطعيمات الاجبارية في مصر. ممكن تبصوا لي بقى، ايه بقى التكة اللي هي؟ بعد سن خمس سنين لو حبيت تدي جرعة منشطة اللي هي بوستر دوز لازم تشيل البي. قولوا لي البي دي اللي كانت ايه؟ بيطس. ليه بقى يا جماعه؟ هذا الفاكسين بعد سن خمس سنين ممكن يعمل سايد افكت خطير اسمه الرجيك انكفالايتس، وهنعرف ليه لما ناخد الاورجانيزم بتاع البيطس.
يبقى بعد سن 5 سنين الفاكسين ما بيبقاش دي بي تي، بيبقى دي تي بس، لان البيطاسس ممكن يعمل لك مصيبه. طب حاجه زياده قولوا لي، لو انا دكتور نسا وجايه واحده تتابع معايا الحمل، مش هخلي عندي دم واديها جرعه منشطه من التيتانوس توكسويد؟ قولوا لي يا جماعه، وهي بتولد انا عارف هي هتولد فين ولا بأني آلات؟ فاكرين التيتانوس نيوناتورم؟ ايه هو التيتانوس نيوناتورم؟ اللي هو بيجي للموقع ربط عليه بلايك الكل. طيب يبقى انا بقى بعمل ايه؟ بخلص اقوم مدي للست تيتانوس توكسويد اثناء الحمل. قولوا لي يا جماعه هيحصل ايه ساعتها؟ الوليه هتطلع انتي بودي، ها؟ والانتي بودي دي تعدي ايه؟ البلاسينتا للايه؟ للمولود. فالمولود يبقى عنده انتي توكسين ضد التوكسين. فلو قطعت الامبلايكال كورد باي حاجه ملوثه ولا يهمك، لان الواد اوريدي بقى عنده انتي توكسين خالص. يبقى تاني بقى لما اقول لك وقايه التيتانوس اخر السنه، اوعى تنسى بعد التواريخ السابقه تقول لي بناء الستات الحوامل بياخدوا جرعه منشطه من التيتانوس توكسويد لوحده، عشان تو افويد التيتانوس نيوناتور. يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ التوكسويد الرئيسي ده اسمه اكتف. نخش بقى يا حلوين على الباسيف، باسيف اميونايزيشن. ممكن ترصوا لي باسيف بقى عباره عن ايه؟ ادي انتي توكسين. احنا الصفحه اللي فاتت خدنا انتي توكسين كعلاج، صح؟ انا عايز بقى اديه كوقايه. الحالة الوحيدة اللي بندي انتي توكسين كوقاية حالة الكولوستريديا تيتانايت تيتانس. قولوا لي يا جماعة حاجة مشهورة قوي، لما انت بتلعب كورة في الشارع او بتعمل حادثة، اي ووند في الشارع، مش بيقول لك اجري على المستشفى خد حقن التيتانوس؟ حقن التيتانوس دي عبارة عن ايه؟ انتي توكسين مش توكسايد. يبقى انا اي واحد ووندد بديله كوقايه انتي توكسين، عشان لو حصل والجرح تلوث يبقى عنده انتي توكسين ضد التوكسين. فاكتبوا، اكتبوا على حقنه الانتي توكسين دي، اكتبوا حقنه التيتانوس. بالعربي اسمها حقنه التيتانوس، لان في ناس اسالك حقنه التيتانوس ايه تقول لي ده توكسويد. لا دي مش توكسويد، ده انتي توكسين. وبصوا بقى عشان برضه الحفظ الكتير، الكولوستريديا الوحيده اللي ليها انتي توكسين في الوقايه هي الكولوستريديا تيتانوي. محدش يكتب بس خليكم معايا، مفيش كولوستريديا تاني بعمل لها انتي توكسين كوقايه الا دي. فطلعوا سهم برضه من كلمه انتي توكسين واكتب ذا اونلي كولوستريديا من نفس الحته اللي هي بتاعت اللي هي هيومن انتوك، ذا اونلي كلوستريديا ذات هاف، ذا اونلي كلوستريديا ذات هاف انتي توكسين ان بروفيلاكسيس، ذا اونلي كلوستريديا ذات هاف انتي توكسين ان بروفيلاكسيس. اخر حاجه بقى عشان نلم الجدول، في الدفتيريا في حاجه اسمها ميجر تو كونتاكت. قولوا لي يا جماعه، هو الدفتيريا مش معديه للاخرين ولا لا؟ عكس التيتانوس وعكس البوتولاينم، لو انا عندي تيتانوس او بوتولاينم حاد الاخرين ازاي؟ هقول لهم تعالوا امسكوا الوند بتاعتي؟ طبعا لا. يعني الكونتاكت في الدفتيريا معرض للاصابه بالمرض، وبالتالي بقى فاكرين الكونتاكت عايز مناعه سريعه. هنا مفيش انتي توكسين في المناعه، فالحل الوحيد تدي بنسلين. يبقى انت بتدي انتي بايوتيك تو كونتاكت، وممكن بقى تدي كمان توكسويد. بس خلي بالك هو بيطلع انتي بودي متاخر، المهم انك عملت له حمايه سريعه بالبنسلين. يبقى تاني بقى وانتم باصين في الورقه كده قولوا لي مين في الثلاثه اللي ليه توكسويد فاكسين؟ يا حبيبي اول اتنين اللي هم مين يا جدعان؟ الدفتيريا، ها؟ والتيتانوس. طب الوقايه بتاعتهم فاكسين اسمه ايه؟ دي بي تي. البي دي هي مين؟ بيرتاس. ده خطورته ايه بعد 5 سنين الفاكسين ده؟ بيعمل الرجيك انفلاكس. طب لو انا عندي بريجننت فيميل اديها ايه من دول؟ تيتانوس لوحده
يعني مش بتاخد الثلاثي كله، هي بتاخد التيتانوس توكسويد. طيب قولوا لي ما هي حقنة التيتانوس؟ هي يومن انتيتو. بتديها لمين؟ للوندد بيرسون. اه الوندد كوقاية. طيب قولوا لي كونتاكت تو ديفتيريا بقوم مديله ايه؟ بنسل. هل الباقيين ليهم كونتاكت يا جماعه؟ طبعا لا. يبقى احنا كده خلصنا. يلا اقلبوا. خلاص مش مشكله سيبوا. نعم. اه ما هو بص ما هو لو انا فاكسينيتد هقولها لك. شوف لو انا فاكسينيتد هيبقى عندي انتي توكس. بس بص يا مارك انا ما عنيتش على الحته دي ليه؟ براكتيكالي احنا ما بنسالكش لان انت ممكن ما تكونش واخد او واخده وما عندكش انتي توكس. فانا اي واحد وند ما بسالوش، انا بديله انتي توكس. واخد بالك؟ يعني الحته دي نظريه قوي، لكن انت كدكتور ادي حقن على طول. طيب فاضل لنا يا حلوين ثلاث صفحات بس. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا بادين ونص الا خمسه. الساعه دلوقتي الا 10 يا جماعه، وخدنا في الاول. لا الساعه 28 دقيقه. طب ما هو الساعه 28 دقيقه ما حسبتش الايه اللي احنا وقفناه، صح ولا مش صح؟ طيب خلاص قدامنا. طيب قدامنا ربع ساعة، ربع ساعة خلصت هوقف خلاص. لا بس في قد كلامي ربع ساعة، قد كلامي اطلع بره يلا. بعد ما تيجي ربع ساعة هقول لك انا عايز. بص ارجعوا لي للصفحة الأولى لو سمحتوا، ارجعوا لي للصفحة الأولى. محد سمع الكلام برضه؟ ارجعوا للصفحة الأولى. لا ما هو حد قادر صفحتين. بص دلوقتي تقدروا تقولوا لي الجدول اللي احنا خدناه كان بين انهي ثلاثة؟ النيوتوكس اللي هم مين؟ ديفتيريا، والاثنين كولوستيديا الأولين اللي هم مين؟ تيتاناي وبوتيولاي. دلوقتي بقى وانتوا باصين تحت هناخد الهيستوتوكسيد جرام بوزيتيف باسيلار. عايزكم بقى تبذلوا مجهود ضخم قوي وتقولوا لي مين هم الهيستوتوكسيد. الكولوستريديا بيرفرنجز اللي هي عيله ايه؟ الكولوستريديا اللي هي بتعمل سبور. ومين الثانيه؟ الباسيلاس انسرز اللي هي عيله الباسيلا اللي هي بتعمل سبور بس ايروب. يعني بصوا قبل ما نبتدي الاثنين اللي هناخدهم دلوقتي يجمعهم انهم هيستوتوكسيد وبيعملوا سبور، لكن الفرق الوحيد بتاعهم واحد ايروبيك وواحد انيروبيك. يلا طلعوا لي خلاص هما صفحتين وخلاص. ماشي حاضر. بص عندنا بقى العنوان بتاعنا هيستوتوكسيك جرام بوزيتيف باسيلار. اول حاجه الكولوستريديا بيرفرنجز اللي هي بتعمل جهاز جانجرين. وبعدين تاني حاجة الباسيلاس انسراسس اللي هي بتعمل مرض الانسرس اللي هو الجمر الخبيث كالمعتاد، مود وسورس اوف انفكشن. قولوا لي يا جماعة عيلة الكولوستريديا دي مش خدنا قصتهم قبل كده؟ ها بيبقوا موجودين فين؟ في لورا، في الدوميستيك انيمال. قوم ايه؟ ينزلوا في الليستول لان الانيمال ما بقاش لابس بامبرز فيعملوا سبور. قوم ايه؟ سيادتك يحصل لك كونتامينيشن بالسبور. مش القصه الحمضانه دي قلنا موجوده على طول؟ السؤال بقى هنا الجاز جانجرين السبور بتبقى موجوده فين؟ برضه في كل حته، خاصه الاير بتاع الاوبريتنج ثياتر، ودي بقى الكارثه. تعرفين برضه ان سنه الامتياز بتاعتي كانت سنه نحس في الجراحه، في قسم الجراحه بتاع الدمرداش، واحنا امتياز دخلت حاله جاز جانجرين حجره العمليات. الحمار اللي دخلها ما كانش عارف انها جاز جانجرين، هي المفروض ما دام جاز جانجرين بتعمل لها بريكوشن معينه. فالاوضه اتلوثت بالسبور، قفلوها اسبوعين اتنين عشان قتل السبور في منتهى الصعوبه لما بتدخل لك جوه حجره العمليات. فبقى بعتوا لوزاره الصحه، بعتت ناس من الكوميونتي ميديسن والكلام ده، وقعدوا يعملوا تحليلات يوميه للهواء لغايه ما اتاكدوا ان مفيش سبور. يعني انا عايز اقول لكم دخول السبور حجره العمليات دي بتبقى كارثه في المستشفى. طيب السؤال بقى ايه المود اوف انفكشن؟ برضه وند. اه بس هنا بقى بصوا
عشان الاورجانيزم ده فعلا يتكاثر كويس لازم يبقى لون لاسيريتد. حد عارف يعني ايه لاسيريتد؟ فول اوف نيكروتيك تيشو، بيسموه بالعربي جرح متهتك. واخدين بالكم؟ كلمه لاسيريتد يعني فول اوف نيكروتيك تيشو، عشان يبقى في انيروبيك كونديشن بالهبل. لكن الجروح السطحيه دي لا يمكن تلوث بالجاز جانجرين. يبقى لاسيريتد يعني فول اوف نيكروتيك تيشو. وجايب لك صوره بقى، شايفين يا جماعه الجرح اللي هو عادي، الصوره اللي على الشمال. بصوا بقى لما يبتدي يبقى فيه جاز جانجرين يبقى جانجرينوس، فهتبتدي بقى البلاوي تحصل والوند ايه تبتدي يحصل لها المنظر ده. خشوا لي بقى الناحيه الثانيه الانسكس. هنا برضو المصدر انيمال، واهم انيمال يا جماعه اللي انا جايب لكم صورته ده اللي هو الشيب. هنعرف ليه لما ناخد الكلينيكال بيكتشر الحلقه الجايه. يبقى الشيب هو من المصادر الرئيسيه للاورجانيزم. نفس الحكايه هنا، الاورجانيزم موجود في الانيمال وبيعمل لهم ديزيز، يقوم الاورجانيزم طالع من الانيمال ويعمل لك سبور. السبور بقى تبقى موجوده في الهواء. الفرق بقى بين دي وبين عيله الكريستاليزيا، هنا السبور ملهاش علاقه بالوند خالص. السبور هتدخل لي بالثلاث طرق الرئيسيه، انجيشن، انهاليشن، او كونتاكت. يبقى هنا يا جماعه ده الفرق الجوهري. هنا من زي عيله الكلوسيديا مرتبط بالون اطلاق، هتدخل لك عن طريق الانجيشن والانهاليشن والايه والكونتاكت مع انفكتد انيمال. وهناخد بقى الكلينيكال بيكتشر مود انفكشن بالتفصيل الحصه الجايه ان شاء الله. وجايب لكم ايه بقى؟ جايب لكم برضه صوره للسايكل بتاع الترانسميشن، عشان تحط في دماغك ان ماليش علاقه بالوند. واخر سطر، الانثراكس بيستخدم كسلاح بيولوجي برضه. انتوا عارفين يا جماعه من حوالي 10 سنين كده كان وصل في امريكا جوابات لناس معينه، الجوابات دي كان فيها بودره انثراكس. وهقول لكم بقى اشمعنى الباودر فورم ده هو الاكثر خطوره، هنعرف الحصه الجايه. لان النوع بتاع الانثراكس اللي اسمه انهاليشن اللي هو النمونيا ده بيقتل على طول، ما حدش بينجو منه، فبيعملوا سلاح بيولوجي على هيئه بودره. فكان فعلا الجوابات كان فيها ايه بودره، بس عشان ما كانوش واخدين اخوانا كانوا فاكرينها يعني دعابه ولا حاجه، لغايه ما حللوها وطلعت اسكس. يبقى احنا قولوا لي بقى النهارده كام خدنا اورجانيزم بيستخدم كسلاح بيولوجي اللي هم البوتيرايلا. لان عندنا تجميع هنزلها لكم اخر السنه بيولوجيكال ويبر، دي ساعات بتيجي انيوميريت الاورجانيزم اللي تستخدم كسلاح بيولوجي. يلا اخر صفحه هناخدها. طبعا مسك الختام. دلوقتي يا حلوين يا مؤاخذة انت راح ماشي. بص هنبتدي بقى ناخد الفيرولانس فاكتور. سيبوا الصورة الله يخرب بيكم الصورة. أمال لو كانت صورة لرقصة حقيقية كنت عملته ده، هي محتشمة يا ابني، ده هي كده خلاص كانت ضايعة تعتز المرة. المهم بص دلوقتي هنا بقى لما اجيب لك الفيرولانس فاكتور، مش الاونلي فيرولانس فاكتور هو التوكسين. العمليه دي كانت موجوده فين في الثلاثه اللي فاتوا، لكن هنا هتلاقي فيرولانس فاكتور غير التوكسين. عشان كده بقى التقسيمه مهمه قوي. بقول لك ايه؟ توكسينز واذر توكسين، واذر قصدي فيرولانس فاكتور. طبعا الاهم على الاطلاق بتاعت الكلوسيديا بيرفيريس دي بتيجي في الامتحان بالهبل، وعشان كده من المرات القليله اللي هعمل لكم شفره بالعربي على الفيرولانس فاكتور. واخدين بالكم؟ لان دي فيري كوم. كله يبص لي بقى، اول حاجه في ثلاثة توكس وعامل لك رسمة بالاكشن بتاعتهم. أول واحد ده أهم واحد اسمه ألفا توكسين. الألفا توكسين ده بيشتغل كاليسيسينيز أو فوسفولايبيز. قولوا لي من اسمه هيكسر إيه؟ اللي هي في السيل ممبرين. فأنا جايب لك فوق على الشمال أهو صورة السيل ممبرين اللي بيتكسر. خطورة التوكسين ده إيه؟ قولوا لي انتوا مش خدتوا في الباثولوجي لما واحد عنده جانجرين
المين كوز اوف ذيس توكسيميا. اهو التوكسين ده هو اكتر توكسين بيعمل توكسين في الجهاز الجنجريني بتاعك. طيب تاني واحد اسمه سيتا. السيتا ده بيأثر على الهارت، يعني بيعمل مايوكاردايتس وقد تؤدي الى هارت فيلر. طيب السؤال بقى، في خاصيتين تقولوا لي خدناهم فين قبل كده خاصيتين؟ عمكم ده اوكسجين ليبايل وهيمولايسين على البلد. زي الاستريبتورايسين او. الحمد لله اخيرا نطقته. بص احنا مش خدنا حاجه اسمها سيرتورايسين او وسيرتورايسين اس، كان الاو اوكسجين ليبايل وهيمولايسين، فاكتبوا على السيتا ده يفكركوا از استريبتورايسين او. طبعا في كلمه حفظ، كلمه حفظ مهوله يعني، از استريبتورايسين او اللي هو سيتا على السيتا توكسين از استريبتورايسين او، انه مشترك ان هما الاثنين اوكسجين ليبايل وهيمولايسين. بعد كده بص قولوا لي، لما خدنا اول صفحه فاكرين كان في حاجه اسمها كلوستريديا بيرفرينجس تايب ايه بتعمل فود بويزن، واخدين بالكم؟ اه وهناخده بالتفصيل. يبقى كلوستريديا بيرفرينجس كلهم بيعملوا جهاز جانجرين، وتايب ايه ممكن تعمل كمان فود بويزن. طيب يبقى التوكسين ده بيعمل فود بويزن، يبقى دول يا حبايبي هندخله في تجنيات اللي بيعملوا فود بويزن، يا كلوستريديا بيرفرينجس تايب. يبقى تاني بقى قولوا لي كلمه ورد غطاها، اهم توكسين بيطلع هو مين؟ اول واحد اشمعزه؟ عشان ده هو اللي بيعمل توكسين. طيب ومين التوكسين اللي بيأثر على الهارت؟ سيب. واني نوع من الكولستريديا اللي بيعمل فود بويزن اللي هو طيب. يبقى احنا كده خلصنا التوكسين. تعالوا بقى بعد كده في انزيمز اسمها سبريدنج انزيمز. قبل ما اشرحها العنوان ده خدناه فين قبل كده؟ استاف اوريوس وستريبت بايجين. اسم الله عليكم. هنلاقي زيهم بالظبط مع اختلاف وحيد، كله يبص لي عشان تربط الحاجات. عندنا في واحد اسمه كولاجينيز، وواحد اسمه هايالورونيديز، وواحد اسمه دينيز. طبعا لو انتم ملاحظين الهايالورونيديز والدينيز زي اللي استاف والستريت، بس اللي موجود جديد هو كولاجين. كان هناك في بداله فايبرينولايسين، اه دي ما بتطلعش فايبرينولايسين، دي بتطلع بداله كولاجين. لكن الاثنين دول زي ايه؟ زي بعض. ماشي يا حلوين. طيب نعمل شفره بقى بدون تعليق. بصوا يا حلوين، اول حاجه احنا مش هنسمي الاورجانيزمات دلوقتي لسه في الدايجنوز، بس في واحده لازم ايه نسميها. قولوا لي الكولستريديا بيرفرنجس، مش البيرفرنجس دي بتعمل جاز جانجرين؟ يعني بتطلع غاز، فهنسميها الغازيه. واخدين بالكم؟ اه. فالبيرفرنجس اسمها في الدايجنوز لما ناخده الغازيه. الغازيه اشمعنى؟ عشان بتطلع جاز، غاز يعني. السؤال بقى، الغازيه دي كانت فاتحه مدرسه رقص وبتعلم رقصات ايه الصغيرين؟ تعرفين كده رمضان مبروك لما كان بيقول الف فبيقولوا له اتو ولا اليسا ولا الكلام ده؟ هي برضه مدرسه زي كده. اكتبوا بقى بدون تعليق، اكتبوا الغازيه تعلم. ده بقى الدرس الخصوصي بتاعها، تعلم. بتقول لهم ايه بقى؟ الف لسه. اكتبوا الف لسه بس اكتبوا الف لسه. يا ابني اكتب لسه. يخرب بيت الف لسه. ماشي. بعد كده سيتا في قلبي، سيتا في قلبي، وانت في اكلي، وانت في اكلي. اكتب انت في اكلي. اخر حاجه بقى كح يا دينا، كح يا دينا. اه وهي بقى بتقيل تعمل القصعه بتاعت الرقص لازم تكح. كح كح سي او اتش واي. كح يا دينا. حاضر. تاني هو انت هتتعلم عربي؟ ما انا وانا هترجمها وانا بقول. قولوا لي ايه الف لسه؟ الفا لسيسينيس. طيب سيتا في قلبي، السيتا ام الهارت. طيب بعد كده انت في اكلي، انت وتوكسين في الاكل. كح. اه سي او كولاجينيز، اتش واي هايلونيديز. كح. وايه دينا؟ سويت دينا ودينيز.
مش احنا خدنا دينيس قبل كده دينا. طب اشطبوا الشفره يا جماعه او استنوا، لا لا حلوه طز فيه حلوه، انا هبقى انزل لكم شفره تحفظكوا الشفره يا ولد ان شاء الله، واخدين بالكم؟ بما ان الشفره صعبه فهنزل لكم شفره ثانيه يعني. اخر حاجه شوف حقيقية كح يا دينا، ما هي دينا اهي، ودينا كانت بتتعلم، اما اللي علمتها كانت بتقول لها كده. خلاص معلش تطلع في دماغ الواحد حاجات كده قوي. هطلع لكم بعد كده اخر حاجه بقى، الفيرولانس فاكتور بتاع الانسر. طب احنا كده الداتا شو بقى، خلينا نصور. بص يا اول الانسركس في اتنين فيرولانس فاكتور، حاجه اسمها توكسين برضو وحاجه اسمها كبسول. جميل، بصوا لي بقى يا جماعه، التوكسين بتاع الانسركس ينتمي لطائفه اسمها اي بي. فاكرين ايه يعني ايه؟ اكتف وبي باي. بس هنا كله، وعشان كده انا جايب لكم الصوره دي كله باصص لي دلوقتي يا حلوين. احنا عندنا نوعين من التوكسين بتاع الباسيلس انسكس. النوعين الحاجه المشتركه ما بينهم ان فيهم نفس البي سابيونت. واحد يقول لي يعني ايه الكلام؟ اقول في نوع من التوكسين اسمه ليثال فاكتور، ده بيبقى عباره عن ايه؟ الاي سابيونت بتعمل نكروزس في الخليه، عشان كده سميته ليثا، وبيبقى لازق فيها البي سابيونت عشان تدخلها. النوع الثاني اسمه ايديما فاكتور. تفتكروا مسميه ايديما ليه؟ الاي سابيونت بتعمل ايديما ولازقه في اني سابيونت؟ البي سابيونت. عشان كده لو بصيت للرسمه بقى هتلاقي ايه؟ عندك حاجه اسمها ال اف اللي هو الليثا، واي اف الايديما، الاثنين بيبقى لازق فيهم نفس البيتا، هو ده اللي بيدخلهم الخليه، واول ما يدخلوا الخليه واحد يعمل سيل نكروزس اللي هو ديس، والتاني يعمل ايدي. يبقى البي سب يونت هي الحاجه المشتركه. طب ممكن تبصوا لي بقى، يعني قولوا لي الحصه الجايه ان شاء الله لو عملنا فاكسين عباره عن بي سب يونت بس اديها لك، ده يبقى حلو ولا وحش؟ جميل. ليه بقى؟ هتطلع انت انتي بودي ضد البي سب يونت، تقوم الانتي بودي دي لو دخل لك الانثراكس هتمسك في الاثنين توكسين دول وتكسره. عشان كده سمينا البي سب يونت بروتكتيف انتيجين. اوعوا بقى تفهموا الكلمه دي غلط، بروتكتيف مش يعني هي بتحميك، لا بروتكتيف معناها ان انا لو عملتها في فاكسين هحميك من التوكسين، لان انت الانتي بودي اللي هتطلعها ضد هذه السب يونت هي دي اللي هتحميك من التوكسين. يبقى احنا نقول تاني، بصوا في الورقه كده، عندنا الانثراكس توكسين مكون من بي سب يونت، دي اسمها بروتكتيف انتيجين، لان لما اديها كفاكسين الانتي بودي اللي انت هتطلعها ضدها هتحميك. بعد كده في منه نوعين بقى ايه الاكتف، واحدة اسمها اي اف ايديما دي بتعمل ايديما، واحدة اسمها ال اف ليثال دي بتموت الخلية. مسك الختام بقى الكبسول، فاكرين دايما في كبسول؟ بجيب لكم كبسولة كبيرة. السؤال بقى كله يبص لي، هو أي كبسول خدناه قبل كده كان معمول كيميكالي من أنهي مادة؟ بولي ساكرايد. اسم الله عليكم، ده الكبسول الوحيد اللي بولي بيبتايد، معمول من حاجة اسمها جلوتاميك أسيد. نعم؟ لا الوحيد في العالم، لا لا مش في المنهج، في العالم. بصوا بقى كده، عشان كده حتى أنا جايب لك إيه؟ شكل البولي بيبتايد تشين اللي هي الكور دي، دي شكله كبولي بيبتايد تشين. قولوا لي يا حبايبي، هو الكبسول بيشتغل كفيرولانس فاكتور إزاي؟ أنتي فاجوسول. طب سؤال كمان في الإميونيتي، الكبسول ده مش بروتين؟ المفروض يبقى أنتيجينيك ولا لأ؟ ده عشان لو موليكولار ويت فبولي انتيجينيك. يا واحد يلا عشان هنعمل اخر حاجه ونروح، لكن ده مهم قوي. بولي انتيجينيك يعني انت ما بتطلعش ضده ايه؟ انتي بولي. طب بصوا كده، يعني هيبقى عندي مشكله رهيبه، ادي الاورجانيزم الكبسولي وادي الماكروفيج. الكبسول انتي فاجوسيتك ما اقدرش ابلعه، وبالتالي الحل ان انا امسك الكبسول بأبسون، صح؟
مين هما الاوبشن اللي عندنا؟ اي جي جي وسي سي بي، صح؟ طب قولوا لي الكبسول ده بيطلع ضده اي جي جي؟ لا مش هو نوت انتيجينيك؟ يبقى الحل الوحيد من اللي هيطلع ضده سي سي بي يعمل له اوبسونايزيشن. وبالتالي بقى مش لازم تحفظوها لكل واحد لوحده، احنا نعمل قاعده في دماغنا قايمه على الفهم. اقول لك ايه؟ لو الكبسول نوت انتيجينيك يبقى اللي هيعمل له اوبسونايزيشن الكبسول، سوري الكوبل. والعكس الكبسول لو انتي كومبلمنتري، مش احنا خدنا الكبسول بتاع النيوم والمينينجو انتي كومبلمنتري، يبقى مين اللي هيعمل له اوبسونايزيشن؟ الانتي كومبلمنتري. يبقى بصوا مش دي اللي عملها لكم، انت بس تبقى فاهم، ما دام انت ما بتطلعش انتي بودي اعمل لك اوبسونايزيشن بالايه؟ بالكوبل. لو انت انتي كومبلمنتري اعمل لك اوبسونايزيشن بالايه؟ بالانتي. السؤال بقى اللي انا حبلته، قولوا لي يا جماعه، هل احنا خدنا كبسول قبل كده نوت انتيجينيك؟ ممتاز يا سادة. الهايالورونيك اسيد كبسول بتاع الستريبتوكوكاي. افكركم، مش احنا قلنا الستريبتوكوكاي كان على اليمين تحت خالص، الكبسول بتاعها معمول من هايالورونيك اسيد، ده زي الكونكتيف تيشو بتاعنا، وما دام زي الكونكتيف تيشو يبقى مش هطلع ضده انتي بودي. يعني احنا عندنا اتنين كبسول، اكتبوا بقى في ظهر الصفحه، بعد كده مش هنجيب سيره انه كبسول يبقى نوت انتيجينيك، مستحيل، يبقى اكتبوا تو كبسولز نوت انتيجينيك، تو كبسول نوت انتيجينيك. طلعوا سهمين. اول سهم استريبت بايوجين، بتاع الستريبت بايوجين، استريبت بايوجين. اشمعنى؟ اكتب لي تحت. هايلورونيك اسيد، معمول من هايلورونيك اسيد. الكبسول التاني، سوري، كبسول السهم التاني، الكبسول التاني باسيلس انثراسس، بي انثراسس، بي انثراسس، ده برضه نوت انتيجينيك. اشمعنى؟ لو موليكولا ويت، ده لو موليكولا ويت، مع انه بروتين لكن لو موليكولا ويت، لو موليكولا ويت. اقول لكم المواعيد الجايه. بصوا انا هقول لكم برضه مواعيد مدينه نصر عشان عايز اعرف مدينه نصر دلوقتي. الحصه اللي جايه ليها ثلاث مواعيد. في مدينه نصر هياخدوها بكره الساعه 10:30، 3:10 صباحا. بعد كده هنا نفس الميعادين اللي هم بارلل مع الفارما، بس احنا بنبقى متاخرين مع الفارما شويه عشان هو بيبتدي بدري. بعد كده بقى الحصه الثالثه اللي هي مهمة جدا عشان هنقول فيها مش الدياجنوز بس، التي بي. ايوه بقى. التانية ما انا قلت مواعيدها الثلاثة في مدينة نصر 10:30 والأربع هنا 10:30 و1. ماشي مع الفرق. الحصة الثالثة بقى دي لازم أبقى لوحدي. فدي